ياسين ده يا جماعه يعني من اجمل واشهر الشخصيات في مصر، وعنده ابتسامه وعنده اراده وعنده قوه وعنده كل حاجه تخلي الناس اللي قاعده دي تبقى عندها طاقه ايجابيه جميله. لا حاجه ممتعه الحقيقه. وريني الورق بتاعك، انا عامله بنفسي. خد الورق، دخل الكليه خلاص اتخرج، عايز اخش اعلامي ان شاء الله. هات. شايف ان توصيات المؤتمر الشباب للتعليم عموما هتفيد ايه؟ توصيات يعني في التعليم في حاجات كتير، يعني في التعليم ما قبل الجميع كانت تم مناقشته اكتر في مؤتمر الشباب، وتم مناقشه قضايا كتيره زي قضايا التعليم والارهاب، في محاكاه نموذج محاكاه الدوله المصريه اللي عمل بالشباب في كل تخصصات الوزاره، قام دور الوزراء وقام دور مجلس النواب. لا كان مؤتمر ناجح بكل المقاييس، واتكلمنا على الدوله الفاشله ازاي يبقى ممكن كلنا كده من غير ما ندرى نتسبب ان الدوله دي تفشل، وازاي لو خدنا بالنا الدوله دي محدش يقدر يجيبها، محدش يقدر ياثر عليها. كان مؤتمر ناجح بكل المقاييس.